إحدى ضحايا تسرب الرواسب الطينية الحمراء السامة في هنغاريا، عائلة فابر نزحت مع أكثر من 1000 شخص من قرية كولنتار هربا من مأساة بيئية خلفت 7 قتلى على الأقل وعشرات المصابين بحروق من درجات مختلفة، ولكن ما زال يحدوهم الأمل في عودة قريبة إلى بلدتهم. بالسرعة التي تتم بها عملية التنظيف أعتقد أن المكان سيصبح نظيفا خلال شهر، لكنهم على ما يبدو سيهدمون المباني القريبة من التسرب وسيتم بناؤها في مكان آخر. حظ هذه العائلة كان سعيدا لأن منزلها لم يتضرر والسلطات تسمح لها بزيارات خاطفة لتفقده، على عكس بعض جيرانها ممن فقدوا منازلهم وأرزاقهم. البداية كانت من هنا، نحو 1,000,000 متر مكعب من مادة الألمونيا السامة تسربت من خزان المصنع عبر شرخ أصاب السد الموكل إليه حصر هذه المادة، ما أدى إلى تلويث الماركال، الرافد المحلي لنهر الدانوب، ثاني أطول نهر في أوروبا والذي يخترق 10 دول أوروبية. ولكن التلوث بحسب إدارة الكوارث الوطنية الهنغارية لم يصل إلى نهر الدانوب نتيجة أعمال التطهير التي تمت على طول رافد النهر، بيد أنها حذرت من موجة تسرب ثانية بسبب إمكانية اتساع الشروخ في الخزان. ورغم الأمل الذي لاح باحتمال السيطرة على التسرب عبر النجاح في بناء سد للطوارئ، إلا أن تصريحات المسؤولين أرخت بظلال تشاؤمية على العملية. بحسب التحليلات هذا الجدار سينهار بالتأكيد لأن الشروخ تتسع، فخلف هذا الجدار أكثر من 2,500,000 متر مكعب من الرواسب الطينية الحمراء التي تدفع الجدار. إذن هو الصراع نفسه بين الطبيعة والإنسان، فهو مصر على إفقادها عذريتها والعبث بخصوصيتها، وهي لا حول لها ولا قوة، ولسان حالها يقول إن كل ما جرى ويجري من تغير مناخي وكوارث طبيعية ألم يجعلك تدرك أن لي حدودا لا تتجاوزها؟ أحمد السباعي، روسيا اليوم.